السلام عليكم ورحمه الله اخواني مشاهدي ومتابعي قناه اوسف تكنو. اليوم في الفيديو حنتكلم عن كيفيه اظهار متجر جوجل بلاي، او بشكل ادق كيفيه اظهار وتثبيت ايقونه الدخول المباشر لمتجر جوجل بلاي. ملاحظه جدا مهمه، هذا الشرح فقط للشاشات اللي واجهتها جوجل تي في، اللي تعمل بواجهه الجوجل تي في نظام اندرويد الرسمي المدعوم من شركة جوجل. هذا الشرح ينطبق لعدة موديلات مختلفة، سواء شاشات سوني بواجهة الجوجل تي في، أو شاشات تي سي ال بواجهة الجوجل تي في، وكذلك شاشات سكاي وورث وشاومي وأي شاشة من أي شركة واجهتها جوجل تي في كما في هذا الفيديو. فكما شاهدون الآن بإمكاننا الدخول مباشرة إلى تطبيق الجوجل بلاي بدون الحاجة إلى أي تطبيقات أو أي تطبيق إظهار تطبيقات مخفية. بالنسبة لرابط تحميل نسخة التطبيق لتثبيته على الشاشة حتكون في قناة التليجرام، اللي حيكون الرابط المباشر الخاص فيها في الوصف لهذا الفيديو. موجود فيها أيضا عدة تطبيقات أخرى، من ضمنها هو نسخة الجوجل بلاي للشاشات نظام أندرويد. أما بالنسبة لكيفية إرسالها من الموبايل للشاشة فأيضا حيكون في الوصف لهذا الفيديو رابط فيديو كيفية إرسال وتثبيت التطبيقات على شاشات نظام أندرويد. مجرد أنه تقوم بتنزيل الملف من قناة التليجرام إلى الموبايل، ثم من مدير الملفات الموبايلك تقوم بإرساله باستخدام برنامج إرسال الملفات كما في الفيديو اللي أيضا ذكرته، حيكون بالوصف لهذا الفيديو، اللي هو كيفية إرسال وتثبيت التطبيقات. ثم بعد ذلك تستخدم مدير الملفات وتختار الداونلود، واللي حيكون التطبيق موجود بالداونلود، وثم تقوم بتثبيته. حتى نحاول نختصر عليكم الفيديو، لانه هذه الامور كلها احنا متكلمين عنها سابقا احبائي في عدة فيديوهات، فبالتالي هي خطوات مكررة. فمباشرة كما ذكرت نزل من قناة التليجرام، تقوم بارساله من الموبايل للشاشة، ومن ثم تقوم بتثبيته، وراح يظهر لك تطبيق بهذا المكان، وبالتالي بامكانك نقله مباشرة مجرد انه تبقى ضاغط اوكي بالريموت وتختار نقل وتحوله. بالبداية الآن كما تشاهدون هو هذا التطبيق. للعلم أساساً، للعلم أنه خيار التطبيقات بالأعلى اللي هو هذا أصلاً متجر جوجل بلاي، لكن مدمج من ضمن واجهة نظام أو إصدار جوجل تي في. يعني هو هذا أساساً متجر جوجل بلاي نفسه، بالإمكان من هذا الخيار البحث عن التطبيقات. لكن صراحة كثير أخوة يحبون أنه يظهر متجر جوجل بلاي بهذا الشكل. إذا ما حبيت أنه ترسله من الموبايل للشاشة، فبالإمكان أنه تحمل النسخة على فلاش ميموري أو فلاش حاسوب، وأيضا تثبته من خلال مدير الملفات بالشاشة. إذا حبيت من الفيديو كان مفيد لحضراتكم، وإن شاء الله وضحنا لكم كيفية إظهار تطبيق متجر جوجل بلاي. وأكرر مرة ثانية، إحنا اختصرنا كثير من الخطوات لأنه متكلمين عنها سابقا، فما نحتاج أنه يكون تكرار كثير بالفيديوهات وبالتالي شروحات مكررة. أيضا للعلم أنه بالقناة فيديو شرح كامل للقوائم والإعدادات لواجهة الجوجل تي في، إذا حبيت أنه تعدل إعدادات النظام فبالتالي متكلمين عنها بشكل مفصل. أشكركم على حسن المتابعة، أشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر قريبا. أخوكم أبو يوسف.